هنعمل لازانيا من اول رجول لحمه لحد البشاميل لحد الفريش باستا. لو عملته فريش باستا في البيت مش هتعرف تشتروا مكرونه تاني من بره. للاسف البشاميل ما تصورش، بس هو عباره عن رو. الكلمه دي فرنساوي بتتكتب ار او يو اكس، وهي البيس او القاعده لاي صوص بنعمله، بتكون ماده دهنيه مع ستارش او نشويات. فانا حطيت 8 معالق كبار زبده حيواني 100%، عليهم 8 معالق كبار دقيق، ضفت عليهم حليب بارد وملح وفلفل وورقه واحده لورا او ورقه غار، ورشيت جوزة الطيب بالفريش، وخليت قوامه سايل شويه عشان هيتقل في الفرن. دي الوصفه الاصليه للبشاميل الفرنساوي. الكميه دي عملت معايا صينيتين من حجم المتوسط وبرامين صغيرين، وفضل معايا شويه مكرونه. عشان اعمل المكرونه الفريش استخدمت دبل زيرو فلاور او الدقيق دبل زيرو، ده اللي بيستخدم في صنع المكرونه الفريش. لو الدقيق ده مش موجود ممكن نستبدله بدقيق متعدد الاستخدامات. عشان اعمل رجول لحمه استخدمت بصلتين متوسطي الحجم، قطعتهم تقطيع صغير وحمرتهم في زيت زيتون. بنشتغل وبنطبخ بزيت الزيتون عادي. حطيت عليهم 600 جرام لحمه، 80% لحم و20% دهن، عليهم اعواد زعتر فريش واوراق ريحان وملح وفلفل وعصير 7 طماطمات، وسبتهم وصلوا لدرجه السامرنج دي على نار هاديه لمده ساعتين. دي الوصفه الاصليه برضو. هنا عندي 300 جرام دقيق دبل زيرو، عليهم 3 بيضات، وعلى حسب حجم البيضة ممكن نحتاج نزود معلقة أو 2 مية adjust the texture. عجنتهم شوية في العجان وبعدين طلعتهم عجنتهم على إيدي. عجنة المكرونة مش بتكون يابسة ولا بتكون لينة، بتكون شكلها القوام ده كده، بحيث لو ضغطنا عليها بصبعنا بتباونس باك أو بترد تاني. لفيت العجينة في كلينج فيلم أو بلاستيك راب وحطيتها ترتاح في التلاجة ساعة. في الوقت ده أنا كنت بعمل البشاميل. بعد ما طلعت قطعتها 4 قطع متساوية، وفردت القطع ورشيت عليها سيمولينا اللي هو دقيق البسبوسة طبعا الغير محلى. طبقتهم زي الظرف ورشيت عليهم دقيق دبل زيرو من بره، ومشيتها في مكنة صنع المكرونة على السرعة رقم 1. المكنة عندي متقسمة على حسب سمك العجينة من رقم 1، ده أدخن سمك، لرقم 7 وده أرق حاجة. عديتها على السمك رقم 1 مرتين، بعدين رجعت تاني وطبقتها زي الظرف ورشيت سميد بين الطبقات، وعديتها برضو على السمك رقم 1 7 مرات، وفضلت أعديها على كل سمك مرتين، يعني رقم 2 مرتين و3 مرتين وهكذا لحد ما وصلت لغاية رقم 6 اللي هو السمك اللي قبل الأخير. وعلى فكرة لو ما عندكوش مكنة صنع مكرونة الكهرباء ممكن تستخدموا المكنة اليدوي القديمة عادي خالص، وممكن كمان تستخدموا النشابة. أنا أول مرة عملت فيها فريش باستا عملتها بالنشابة والنتيجة طلعت ممتازة. هنا وصلت للسمك رقم 6 اللي هو السمك اللي قبل الأخير، والعجينة كانت رقيقة جدا لدرجة إني بشوف صوابعي من خلالها. رشيت عليها دقيق للمرة الأخيرة وقطعتها قطع على حسب حجم الصواني اللي عندي، وعملت كده في ال3 قطع التانيين بتوع المكرونة. حطيت الباستا شيتس فوق بعض ورشيت بينهم دقيق، بس ما انصحكوش تعملوا كده ممكن يلزقوا في بعض، فممكن نعلقهم على طرف الحلة أو على أي حاجة عندكم. غليت مية كويس جدا وملحتها وسلقت المكرونة فيها لمدة 2 دقايق بس، وبعدين حطيت راجو في الصينية وبعدين مكرونة وبعدين بشاميل. وهنا هنسمع كاميليا. حطيت راجو وبعدين مكرونة وبعدين بشاميل وبعدين موتزاريلا، وكررت العملية دي 4 مرات. وفي اخر طبقة خالص حطيت طبقة وفيرة من البشاميل والموتزاريلا وجبنة البارميجان، ودخلتها الفرن من 40 ل 45 دقيقة وحمرت وشها، بس لازم ترتاح قبل ما تتقطع. وبالهنا والشفا، بس كده.